الثانويات التقليديه الكبيره بكم. شكرا جزيلا. كليه خدماء الثانويه العالم الفاسي كما يدل على ذلك اسمها فهي جمعيه اسست سنه 2022. هذا اللقاء ينعقد بدعوه من جمعية قدماء الثانوية العالية الفاسي. هذه الجمعية أسست سنة 2022، عبد ربه يترأسها. شعار اللقاء هو الاعتراف بثقافة الجميل ورد الشكر والجميل والعرفان لأصحاب الفضل. فاللقاء سينعقد بشراكة مع المجلس الإقليمي، مع المندوبية الإقليمية للتعليم، مع إدارة الثانوية مشكورين، كذلك مع مساهمة جمعية الآباء التي وفرت هذا الفضاء. فسيتم تكريم مجموعة من الأساتذة من أصحاب الفضل، من القدماء ومن الأساتذة الممارسين. أيضا سيتم تكريم مجموعة من الأطر خريجي الثانوية العالية الفاسي، منهم قضاة، رؤساء محاكم، منهم أساتذة جامعيين. سيتم تكريم أيضا مجموعة من المتفوقين على أساس أن تكون هذه السنة سنة حميدة يتم تكرارها كل سنة، تكريم الأجيال الماضية من الأساتذة والأطر، وتكريم المتفوقين من التلاميذ الناجحين خاصة على مستوى السنة أو مستوى البكالوريا. دائما كما كنقول لكم الإخوان بأن هذا النشاط يدخل في إطار إحياء جسور التواصل، ربط الماضي بالحاضر. كيف يمكن لتلميذ كان هناك كان هنا بهذه الثانوية أن يفيد تلميذ اليوم؟ وعلى هذا الأساس قررنا نحن كجمعية قدماء ثانوية على فاسي إجراء هذا اللقاء بهذا الفضاء. أولا للرمزية، اخترنا الثانوية على فاسي لأن هنا ارتبط وعينا وشكلنا ذاتنا، وكتمنى يكون هذا نسخة للأنشطة المقبلة، وهذا هو الهدف الأساسي من خلق هذا اللقاء. فتحية للجميع اللي حضروا معنا، تحية كل أطر التربوية. كما غادي تشوفوا الإخوان أن هذا اللقاء سيتخلله حفل تكريم بعض الأساتذة اللي كان عندهم الفضل في الوعي ديالنا، في التكوين ديالنا، في المعرفة اللي كسبناها داخل هذا الفضاء. وهذا كرد جميل وكترسيق لثقافة الاعتراف، والأستاذ ديالنا ما عمرنا خصنا ننسى ممن تحمل